هلا حياتي. اهلا اهلا، شلون الحلوات؟ اليوم موعد الليزر، اكيد كنا نحب جلسات الليزر ومتحمسين لها. ها مناي غرقانه السفن، اكيد حقك لانه الم الليزر ما حد يتحمله. طبعا اليوم ويا احلى منتج واقوى منتج على الاطلاق، الكوري المخدر العجيب، لونه بنفسجي، موجود وياي بالجنطه، اخذه بكل مكان. اتوقع اكو الم راح يصير عندي باي منطقه بالجسم. مركز روزولين طبعا الاقرب لبيتي، بيت شغلهم لانه جسدهم حلوه. وصلنا لهذول الحلوات الاثنين، محددين لي موعد في سبيل نبلش وياهم شغل. طبعا جلسات الليزر اني من زمان صار لي مسويتها، حرامات ندمت لانه المفروض يكون عندي هذا المخدر من زمان. بنات، هذا المخدر افضل مخدر كوري موجود بالاسواق حسب راي خبراء التجميل ومراكز التجميل. تركيزته كلش عاليه، يشتغل على الجسم وإزالة الشعر والوشم والتاتو والليزر أيضا. تقدرين أي منطقة عندك بالجسم تحسين بها ألم تستخدمي. زين إذا كان الألم بالروح، هاي ما يلحق لها لا مخدر كوري ولا أبد. هنا الحلوة خلت لي مساج بسيط، راح انتظر 10 دقائق إلى ربع ساعة حتى يبلش مفعول المخدر. طبعا التشكات والألم اللي نحس به بالليزر انتهى أو اختفى تماما، لأنه احنا مستخدمين أقوى منتج كوري. ومو كل البنات يحبون يروحون مراكز تجميل، أقعدهم ليزر بالبيت ويستخدموا. هاي بعد لوز وجوز، تقدرين وانتي بالبيت تستخدمي على أي منطقة تحسيها تأذيج. كملنا تقريبا هاي الجلسة بس. شوفوا هذا الحلو البنفسجي، لازم أبد ما يفارق الجنطة. هسا حطلك أماكن المبيعات يا حلوات. ورجعنا للبيت وبدلينا وعاشة وعيشة سعيدة. أقول شو تسحرون اليوم؟ شو سحركم؟ يا أخي حيرة والله. يما شنو سحورنا اليوم؟ عندنا خطار. أولا عروق طاوة. خوش. ثانيا كبة حلب. زين. ثالثا مخدمة. زيدي زيدي، عندي خطار أبد ما يحب الأكل. وطماطة حمص. على سحور، وهمين عندي ويا شغل لازم نفضه.